راح نروح موقع جديد، تجربة جديدة ومكان عجيب. راح نخلي لكم اياها مفاجأة عشان نسوي تست المسافة. خلكم معنا. مشكور على وجودك معنا، وكانت تجربة مرعبة بصراحة. مرعبة مرعبة، وانت كنت خايف، بس انا قلت لك خلق قوي لا تحاتي، المافك جبارة. لا بس لانها صغيرة تطلع كبر كف ايدي، ما توقعت تستحمل الهواء اللي موجود اليوم. يعني فعلا اليوم كان هواء، ورحنا تقريبا 5 كيلو وردينا 5 كيلو، وكان ضال بالبطارية ايش كثر؟ 30%. 30% ما شاء الله، شيء عجيب. ونزين الحين اللي بيطلب مافك شلون يطلبها بالكويت؟ يطلبها ممكن البري اوردر عن طريق موقع falconrchobby.com. حلو. ان شاء الله فالكون ار سي راح يكون اول من يسلم زباينه المافك بالشرق الاوسط. ما شاء الله، حلو. كم سعرها بالكويت؟ سعر الطياره مع الرموت والباتري 339. الكومبو 339 دينار. تيجي الطياره مع رموتها وبطاريتها وشاحن ومراوح اضافيه. في الكومبو اللي هو هذه الجنطة تشيل الطيارة مع رموتها مع بطاريتين إضافيات. ممتاز، هذا الكومبو وايد ممتاز. مع شاحن سيارة، هذا الكومبو ب 435. 435، أنا صراحة أنصح أي واحد يبي ياخذه خليه ياخذه مع الكومبو، لأنه صراحة شيء مرتب. حتى الكواليتي والفينشينج مال الجنطة، إنه عملية وشايلة كل أغراضها تقريباً، يعني أنت ما تحتاج أي شيء. يعني تجربتنا اليوم أنا ما كنت شايل معي غير بس هذه الجنطة.